الناس اللي بتذبح في الشارع عامة دي معتقدات قديمة عند الشعب المصري كله، بالذات في الأماكن الشعبية. والله هم مش لاقيين مكان أكيد. مش يعني إن بيذبح الشارع يعني يذبح في الشارع، لا هو مثلا جنب بيته جنب جدار أو جنب بتاع بيذبح ويصلخ وبيتنضف بعد كده تاني، ما بيخلوش الدم موجود. الناس اللي بتذبح في الشارع طبعا مش حلوه عشان الدم وعشان الحاجات دي، فالاحسن يذبحوا في المحل او عندهم في البيت بتبقى احسن. يعني الناس اللي بتذبح الضحيه في الشارع يعني طبعا هو سلوك غير لائق، لكن احنا للامانه في الصعيد بيبقى دايما قدام البيت عشان بيحب يشهد الاضحيه بنفسه. والله هو الناس اللي بتذبح الاضحيه في الشارع ديت يعني تباهي او الكلام دوت، لا يعني هو انت في مكانك بتضحي فيه، ما في ناس بتروح تضحي عند جزار وما بقاش حد عارف ان هم بيضحوا وبيوزعوا. الناس اللي بتذبح في الشارع وانا ما اعرفش دي حاجه صح ولا غلط، بس هو ما دام ما فيش مكان معين او حاجه او الشارع يعني ما كويس او مكان نضيف ينفع ان هم يذبحوا فيه او كده، فما فيش اي مشكله يعني عادي.